सबक नंबर 8 शद। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम शद के बारे में पढ़ेंगे। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को मुकम्मल करने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो शद वाले हरूफ की शक्ल की पहचान और आवाज को सही तौर पर अदा कर सकें। हमजा ज़बर क़ाफ अक़ क़ाफ ज़बर क़ा अक़ हमजा ज़बर क़ाफ अक़ क़ाफ ज़बर क़ा अक़ हमजा ज़बर सीन एस सीन ज़बर सा एस हमजा ज़बर सीन एस सीन ज़बर सा एस हमजा ज़बर ضاد او ض ज़बर ض او ض हमजा ज़बर ضاد او ض ज़बर ض او ض हमजा ज़बर ط او ط ط ज़बर ط او ط हमजा ज़बर ط او ط ط ज़बर ط او ط हमजा ज़बर ت تا زبر تا أتا همزة زبر تا أت تا زبر تا أتا همزة زبر غين أو غين زبر غا أو غا همزة زبر غين أو غين زبر غا أو غا همزة زبر با أب با زبر با أب همزة زبر با أب با زبر با أب همزة زبر ثاء ثاء زبر ثاء أث همزة زبر ثاء ثاء زبر ثاء أث همزة زبر ضاء ضاء زبر ضاء أو همزة زبر ضاء ضاء زبر ضاء أو همزة زبر جيم أج جيم زبر جاء أج همزة زبر جيم أج جيم زبر جاء أج همزة زبر خاء أخ خاء زبر خاء أخ همزة زبر خاء أخ خا زبر خا أخ همزة زبر را أو را زبر را أو را همزة زبر را أو را زبر را أو را همزة زبر دال أد دال زبر د أد همزة زبر دال أد دال زبر د أد همزة زبر صاد أص صاد زبر ص أص همزة زبر صاد أص صاد زبر ص أص همزة زبر ز أز ز زبر ز أز همزة زبر ز أز ز زبر ز أز قاف زبر دال قد دال زبر د قد را زبر را قد را عين زبر ميم عم ميم زبر ما عم با بيش را بر را زذي بذي زا زبر زا بذي زا حا بيش صاد حص صاد زيصي حصي لام زبر لا فصيلة صاد زبر دال صاد دال زبر د صد قاف زبر ق صدق عين زبر دال عد دال زبر د عد دال زبر د عدد كاف زبر دال كذ دال زبر ذا كذا
با زبر با كذب نون زبر عين نع عين زبر ع نع ع ميم زبر ما نع ما عين زبر لام عل لام زبر لا عل ميم زبر ما علم كاف زبر لام كل لام زبر لا كلا ميم زبر ما كلم سين زبر با سب با زبر با سب ح زبر ح سبح ح زبر را حر را زبر را حر ميم زبر ما حرم معلومات طلباء کو شد کے بارے میں اس طرح سمجھائیں کہ یہ تین دندانوں والی حرکت ہے جو پچھلے حرف سے ملا کر بھی پڑھی جاتی ہے اور بعد میں حرف کی اپنی حرکت بھی ادا ہوتی ہے، یعنی شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، یہ مشق بچوں سے بغیر ہجے کے بھی پڑھوائیں اور سمجھائیں کہ شد والے حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں، اور یہ کہ شد والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ ذرا رک کر ادا کیا جاتا ہے۔